بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة مكملين في المحاضرة الثالثة الخاصة بمقرر التوكسيكولوجي. هنتكلم النهاردة عن الهيباتوتوكسيستي أو التوكسيستي اوف ذا ليفر. قبل ما أبدأ أتكلم عن التوكسيستي اللي ممكن تحصل للليفر، لازم نعرف الثري مين فانكشن اللي الليفر ممكن يعملهم. الليفر بيعمل ثلاث وظائف رئيسية: الاستورج، تخزين، ميتابوليزم، الأيض والبايوسينسز. بتتمثل مثلا عملية الاستورج ان هو بيحول الجلوكوز اللي انت بتاخده من الاكل بتاعك، يحوله لصورة جلايكوجين ويخزنه، في حين ان انت لو احتجت طاقة في اي وقت من الاوقات وما خدتش جلوكوز من بره، بيحاول يكسر الجلايكوجين تاني ويحوله لجلوكوز. تاني وظيفة عنده زي ما قلنا اللي هي من الاستورج، ان هو بيخزن الفات والفات سولوبل فيتامين وبعض النيوترينس التانية، بيتخزنوا برضه في الليفر. من العمليات المهمة اللي الليفر بيعملها ان هو بيعمل ميتابوليزم للفاتي اسيدز، يحولها للليبيدز، والليبيدز دي بيخليها تتحد مع حاجة اسمها بروتين عشان يكون حاجة اسمها اللايبوبروتين، يقدر ساعتها يسكريت الليبيدز دي في البلاد ستريم وتتحرك جوه البلاد ستريم. يبقى هو بيتخلص من الفاتي اسيدز بيحولها للليبيدز، والليبيدز يعمل لها كونجوجيشن مع البروتين عشان يحولها اللايبوبروتين، وهو ده الفيت بتاع الليبيدز عشان يطلعه في الدم او ما يتخزنش ما يفضلش متراكم في الكبد. برضو الليفر بيعمل سينسيز لبعض الفانكشنال بروتينز زي بعض الانزيمز وبعض البلاد كلوتينج فاكتور. من اهم وظائف الكبد ان هو المين بنسميه بوابه الجسم، لان هو المين سايت اوف زينوبيوتيك ميتابوليزم. اي حاجه خارجه عن الجسم او اي حاجه مش موجوده بصوره غير طبيعيه في الجسم، الكبد اللي مسؤول عن يعمل لها الميتابوليزم عشان يسهل اخراجها بعد كده. الزينوبيوتكس دي هتشمل اي ادويه، اي حاجه غريبه عن الجسم، فهيتعامل معاها ويعمل لها ميتابوليزم. يبقى الثري مين فانكشن بتاع الليفر عندنا بيعمل ستورج، ميتابوليزم، والبايو سينسز. ليه الليفر هو الاكثر سسبتابيلتي للتوكسين او التوكسيكيشن؟ ليه هو التارجت اورجان للكيميكالي انديوز انجري؟ زي ما قلنا من شويه ان معظم الزينوبيوتكس بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر. ليه؟ لان الموس زينوبيوتكس بتدخل البادي ثرو الجاسترو انتستينال تراكت، بعد ما يحصل لها ابزوربشن تدخل من الهيباتيك بورتال فين تدخل على الليفر، وبالتالي الفيرست اورجان بيرفيوزد باي كيميكال هيبقى الليفر عندنا. يبقى الكيميكالز او اي حاجه هتمتص من الجت هتدخل على اول خطوه ليه او اول تعامل معاها هيكون عن طريق الليفر. تاني حاجه، ليه الليفر هو هايلي سسبتبل للتوكسيكيشن؟ لان وجود الزينوبيوتيك ميتابولايزنج انزيم هو بيحتوي على الميتابولايزنج انزيم، بالرغم ان معظم البايو ترانسفورميشن اللي بتحصل في داخل الليفر بيحصل لها ديتوكسيكيشن رياكشن، يعني ازاله سميه، بس نتيجه للبايو ترانسفورميشن اللي بيحصل ده ممكن يحصل اوكسيديتيف رياكشن وينتج عنها اوكسيديتيف ستريس، والاوكسيديتيف ستريس ده هيؤدي الى ليجنز في الليفر او انجري في الليفر. يبقى ليه الليفر هو الموست سسبتبل او تارجت اورجان للكيميكالي انديوزد انجري؟ اول حاجه لان هو الواجهه الرئيسيه او بوابه الجسم، زي ما بنقول اي حاجه بتخرج من الجي اي تي بتدخل في البورتال فين تدخل على الليفر، فهو تارجت اورجان بالنسبه لها. تاني حاجه ان الهاي وجود هاي كونسنتريشن من الميتابولايزنج انزيم، بالرغم ان الميتابولايزنج انزيم دي وظيفتها الرئيسيه هي بايو ترانسفورميشن وان هي تعمل ديتوكسيفيكيشن رياكشن، بس الاوكسيديتيف رياكشن بتظهر عن ده عن بتظهر منها رياكتيف ميتابولايتس، والرياكتيف ميتابولايتس دي هتؤدي الى انجريز. ايه انواع التايبس اوف ليفر انجري، وايه اللي هياثر على ويختلف من ليفر انجري لليفر انجري تانيه؟ اول حاجه طبيعه الكيميكال نفسها، تاني حاجة السيفيريتي اوف انتوكسيكيشن، والسيفيريتي اوف انتوكسيكيشن دي بتكلم عن الدوز، كمية التوكسينز اللي انت تعرضت لها والمدة اللي تعرضت لها. تالت حاجة اللي هي التايب اوف اكسبوشر، هل هي اكيوت اور كرونيك؟ كل ده طبعا هيأثر على السيفيريتي اوف انجري او على شكل الانجري اللي هتظهر في الليفر. انواع الليفر انجري اللي هنتكلم عنها، هنتكلم عن الفاتي ليفر او اللي بنسميه الاستياتوزس، هنتكلم على النيكروزس، هنتكلم على الابوبتوزس، هنتكلم على الكوليستيزس، هنتكلم على الهيباتيتس والسيروزس والكارسينوجينيسس.
اول حاجه هنتكلم عنها الفاتي ليفر او الاستياتوزس، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن abnormal accumulation للفات في الهيباتوسايت، وبالتالي لما يحصل accumulation للفات في الليفر يبقى اكيد هيقل البلازما ليبيدز اند لايبوبروتين، زي ما اتفقنا ان الليبيدز بتتم افرازها في الدم عن طريق ان هي بيحصل conjugation في الليفر مع البروتين وتفرز في الدم في صوره لايبوبروتين. فالaccumulation of fats in hepatocytes هيؤدي الى نقص البلازما ليبيدز واللايبوبروتين. غالبا الليبيد accumulation ده بينتج يا اما عن طريق disturbance either في السنسز او السكريشنز اوف ريبوبروتين، يا اما المشكله عندنا هتبقى تخليق الليبوبروتين يا اما مشكله في ان هي يفرزها من الليفر للبلاد ستريم. بالرغم من كتير من التوكسيكانت ممكن تعمل ليبيد اكيوميليشن ان ذا ليفر، بس الميكانيزم بتبقى مختلفه. من بعض الميكانيزمات اللي ممكن تحصل يؤدي الى فاتي ليفر او استياتوزس ان يحصل اوفر سبلاي من الفري فاتي اسيدز من الاديبوز تيشوز، او ممكن يحصل امبيرمنت للريليز من الترايجلسرايد انتو ذا بلازما. يعني قلنا المشكله زي ما قلنا يا اما مشكله في السنسز يا اما مشكله في السكريشن، فيا اما المشكله جايه من اوفر سبلاي من الفاتي اسيد من الاديبوز تيشوز، او المور كومن اكتر اللي هو الامبيرد ريليز للترايجلسرايد فروم الليفر انتو ذا بلازما. زي ما قلنا الحاجات دي الترايجلسرايدز والليبيدز عموما بتتفرز في صوره لايبوبروتين، بتتفرز في صوره فيري لو دينست لايبوبروتين، وبالتالي عمليه افراز اللايبوبروتين ده ممكن اكتر من ميكانيزم ممكن تاثر فيها. هل البروتين متاح اللي انت تعمل معاه كونجوجيشن ده؟ لو اتاثر باي توكسين اكيد مش هيحصل لايبوبروتين فورميشن واكيد مش هيتفرز في اللايبوبروتين. هل عمليه الكونجوجيشن حصلت ولا لا؟ فكل دي ميكانيزمات ممكن تؤدي في الاخر الى الفاتي ليفر او الاكيوميليشن اوف فاتس ان ذا ليفر او الاستياتوزس. ايه الكيميكالز اللي ممكن تسبب الفاتي ليفر؟ عندنا حاجه زي الكربون تيترا كلورايد، الكلوروفورم، الافلاتوكسين والايثانول. في كل ديزيز هنتكلم عنه عايزين نعرف ازاي بيحصل وايه الكيميكالز او الدراج انديوسرز اللي ممكن تسببه. تاني نوع من الهيباتيك انجري اللي ممكن تحصل حاجه اسمها النيكروزس. النيكروزس يعني وفاه، هي ببساطه هي عباره عن ديجنريتيف بروسس ليدنج تو سيل ديث. هي عباره عن اكيوت انجري ممكن تبقى لوكالايزد بتاثر على بعض او عدد قليل من الهيباتوسايتس، وفي الحاله دي هسميها فوكال نيكروزس، او ممكن تشمل لوب كامل، فص كامل من فصوص الكبد، وفي الحاله دي هسميها ماسيف نيكروزس. قبل عملية النيكروزس ده بيحصل بعض المورفولوجيكال تشينجز بتشمل سيتوبلازميك إديما، يحصل اكيوميليشن للترايجلسرايدز، يحصل ديسولوشن للأورجنالز، وفي الآخر بيحصل رابشر اوف ذا بلازما ممبرين والخلية بتموت. ده عملية النيكروزس. ايه الأسباب او ايه الميكانيزمات اللي ممكن يؤدي الى النيكروزس او موت جزء او عدد او جزء كميه كبيره من الهيباتوسايتس؟ ممكن نتيجه وجود لرياكتيف ميتابولايتس. الرياكتيف ميتابولايتس زي ما قلنا زي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز تتحد مع البروتينز والانساتوريتد ليبيدز، تعمل حاجه اسمها ليبيد بيروكسيديشن، وبالتالي هتاثر على الفانكشن بتاعه البرين نفسه وتعمل سبسيكوينت ميمبرين ديستراكشن. ممكن يحصل عن السبب في النيكروزس ان يحصل ديستربنس في السيلولار كالسيوم هوميوستاسيس، والكالسيوم او الالكترولايت عموما لهم وظائف اساسيه اللي تشانلز اللي بتفتح وتقفل عشان تظبط دخول اي حاجه داخل الخليه وخروجها، شيفت في الصوديوم والبوتاسيوم امبالانس، او انهيبيشن اوف بروتين سينسز. كل العمليات دي او كل الميكانيزمات دي ممكن تؤدي في الاخر الى نيكروزس. لو انت قست البلاد كيمستري الخاص بالنيكروزس اثناء النيكروزس هتشوف ان الفاكتورز اللي بتزيد في النيكروزس قريبه قوي من الفاتي ليفر، بس بتزيد عنها بكميه كبيره جدا. يعني انت لو عملت البلاد كيمستري وشفت مثلا انزيمات الكبد او غيره هتلاقي ان انزيمات الكبد مثلا بتكون عاليه في الفاتي ليفر، بس في النيكروزس بتبقى اضعاف مضاعفه من الفاتي ليفر. نتيجه ان الكبد نفسه عنده حاجه اسمها الريجينريتنج ابيليتي، او ان هو قادر انه يعيد بناء نفسه، فلو الليجنز او الانجري اللي حصلت مايلد او ضعيفه فبالتالي مش هتكون كريتيكال، في حين ان لو حصل ماسيف اريا اوف نيكروزس السيفير ليفر ممكن يحصل سيفير ليفر دامج ممكن يحصل ويحصل ليفر فيلير. يبقى لو الدامج قليل
ممكن ما يبقاش كريتيكال وما يحتاجش تدخل، والليفر نتيجه ان وجود له ريجنريتنج كاباسيتي او ريجنريتنج ابيليتي ان هو يقدر يصلح الحاجه اللي اتكسرت دي. لكن لو حصل تكسير في جزء كبير هيؤدي الى سيفير ليفر دامج وليفر فيلير. ايه الكيميكالز او دراج انديوسرز؟ هتلاقي طبعا زي اللي قلنا في الفات ليفرز، لان قلنا العمليتين ساعات بيؤدوا لبعض، يبقى الكربون تتراكلورايد والكلوروفورم والافلاتوكسين والايثانول، ده اللي احنا خدناه في الفات ليفر. هنضيف عليهم البرومبنزين والديجوكسين والفوسوجين والباراكوات. الباراكوات ده حاجه بتستعمل في ازاله الحشائش، او الفلاحين بيستعملوها كمبيد للحشائش، والاسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول. اول حاجه هنتكلم عنها الفاتي ليفر او الاستياتوزس، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ابنورمال اكيوميليشن للفات في الهيباتوسايت. وبالتالي لما يحصل اكيوميليشن للفات في الليفر يبقى اكيد هيقل البلازما ليبيدز اند لايبوبروتين، زي ما اتفقنا ان الليبيدز بيتم افرازها في الدم عن طريق ان هي بيحصل كونجيوجيشن في الليفر مع البروتين وتفرز في الدم في صوره لايبوبروتين. فالاكيوميليشن اوف فاتس ان هيباتوسايتس هيؤدي الى نقص البلازما ليبيدز واللايبوبروتين. غالبا الليبيد اكيوميليشن ده بينتج يا اما عن طريق ديستربنس ايزر في السنسز او السكريشنز اوف ريبوبروتين. يا اما المشكله عندنا هتبقى تخليق الليبوبروتين، يا اما مشكله في ان هي يفرزها من الليفر للبلاد ستريم. بالرغم من كتير من التوكسيكانت ممكن تعمل ليبيد اكيوميليشن ان ذا ليفر، بس الميكانيزم بتبقى مختلفه. تقدر تفرق الابوبتوزس عن النيكروزس عن طريق بعض المورفولوجيكال كريتيريا بالاستغمال اللايت او الالكترون مايكروسكوب. في الطبيعي انت عندك في جسمك فيو ابوبتوك سيلز ان ذا ليفر، بس بعض زي ما قلنا الهيباتوتوكسنت ممكن تزود النمبر اوف ابوبتوك سيلز. وبالتالي ان في بعض زي ما قلنا هي الابوبتوزس والنيكروزس قريبين قوي من بعض، واحده كنترولد وواحده او بروجرامد وواحده لا، لان الاثنين في الاخر سيلدس. ففي بعض التوكسيك ممكن تؤدي الى بوس ابوبتوزس ونيكروزس. ايه اللي ممكن تؤدي الى الابوبتوزس؟ الابوبتوزس انديوزرز، بعض الزينوبيوتكس زي بعض الكيميكالز او دراجز، الاوكسيداتيف ستريس، الانوكسيا نقص الاكسجين او ان انت تتعرض لحاله ينقص فيها الاكسجين بزياده قوي، والراديشن. من بعض الميكانيزمات اللي ممكن تحصل يؤدي الى فاتي ليفر او استياتوزس ان يحصل اوفر سبلاي من الفري فاتي اسيدز من الاديبوز تيشوز، او ممكن يحصل امبيرمنت للريليز من الترايجلسرايد انتو ذا بلازما. يعني قلنا المشكله زي ما قلنا يا اما مشكله في السنسز يا اما مشكله في السكريشن، فيا اما المشكله جايه من اوفر سبلاي من الفاتي اسيد من الاديبوز تيشوز، او المور كومون اكتر اللي هو الامبيرد ريليز للترايجلسرايد فروم الليفر انتو ذا بلازما. زي ما قلنا الحاجات دي الترايجلسرايدز والليبيدز عموما بتتفرز في صوره لايبوبروتين، بتتفرز في صوره فيري لو دينست لايبوبروتين. وبالتالي عمليه افراز اللايبوبروتين ده ممكن اكتر من ميكانيزم ممكن تاثر فيها. هل البروتين متاح اللي انت تعمل معاه كونجوجيشن؟ ده لو اتاثر باي توكسين اكيد مش هيحصل لايبوبروتين فورميشن، واكيد مش هيتفرز في اللايبوبروتين. هل عمليه الكونجوجيشن حصلت ولا لا؟ فكل دي ميكانيزمات ممكن تؤدي في الاخر الى الفاتي ليفر او الاكيوميليشن اوف فاتس. خامس نوع هنتكلم عنه حاجه اسمها الهيباتايتس. هيباتايتس من اسمها هي عباره عن الانفلاميشن اوف ذا ليفر، ممكن يكون وفي الغالب بيكون نتيجه عن فايرال ان اوريجين، سواء هيباتايتس سي او هيباتايتس بي او هيباتايتس اي او اي نوع من الهيباتايتس الفايرال. بالاضافه ان بعض الدراجز ممكن تؤدي الى هيباتايتس او انفلاميشن في الليفر بتشبه الانفلاميشن اللي حصل نتيجه للفيرال انفكشن زي الهالوسين. السيروزس هي عباره عن كرونيك ليفر انجري
بيسبقها عمليه اسمها الفايبروزس. وهي الفايبروزس هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اكيوميليشن للكولاجين فايبر وزين ذا ليفر. وغالبا نتيجه عمليه الفايبروزس دي بتبقى عمليه تصحيحيه نتيجه ان انت حصل فيك انجري او حصل اي حاجه تانية، فبيحصل اكيوميليشن للكولاجين فايبر فيعمل عمليه اسمها الفايبروزس. الاكيوميليشن اوف فايبرس ماتيريالز اللي حصلت دي ممكن تمنع البلاد سبلاي، تعمل ريستريكشن للبلاد فلو، او تعمل ديسفانكشن في النورمال ليفر ليفر فانكشن، في سواء في الميتابوليك او الديتوكسيكيشن بروسيس. ده هيؤدي الى سيروزس او الليفر، وبعدين يوصل للليفر فيلير. يبقى انت اول حاجه، اول مرحله بتتعرض لها حاجه اسمها الانفلاميشن او الفايبروزس. الفايبروزس تعمل اكيوميليشن للكولاجين فايبر. الفايبرس ماتيريال دي ممكن نتيجه لزيادتها بشده تعمل ريستريكشن للبلاد فلو، هتؤدي الى ديسفانكشن في النورمال ليفر فانكشن وديتوكسيكيشن بروسيس. في الاخر هتوصل لمرحله اسمها السيروزس، وممكن نوصل لليفر فيلير. السيروزس ممكن تنتج ايه الاسباب او ايه الميكانيزمز اللي ممكن تؤدي الى سيروزس؟ ممكن نتيجه ان بيحصل سنجل سيل نيكروزس، بس حصل زي ما قلنا هي نتيجه بتبقى ريبير ميكانيزم. لو حصل ديفيشنسي في الريبير ميكانيزم هيؤدي، ممكن يؤدي الى سيروزس. ان اديكوت بلاد فلو للليفر يبقى ممكن يوصل سيروزس، او اللوكال برودكشن اوف رياكتيف اوكسجين سبيشيز. ودي ماشيه معانا في كل الديزيزز اللي هناخدها، او الليفر انجري، وجود اي اوكسيديتيف ستريس ممكن يؤدي الى سيروزس. عشان كده تلاقيني كاتب ملحوظه كده ان اول من كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى استيتوزس، نيكروزس، فايبروزس اللي هو الكولاجين اكيوميليشن، وسيروزس. فبالتالي اي عمليه من العمليات دي ممكن تؤدي الى العمليه اللي بعدها، العمليه اللي بعدها، لحد ما توصل للسيروزس وبعدين توصل للليفر فيلير. الكيميكال او دراج انديوسر هتلاقي برضو الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، زي الكربون تتراكلورايد، الكلوروفورم، الافلاتوكسين، الايثانول، البرومو بنزين، الديجوكسين، وهنضيف لها حاجه اسمها الدايميثايل نيتروزامين. الكارسينوجينيسيس. الكارسينوجينيسيس هو وجود ماده مسرطنه ادت الى كانسر في الليفر. ممكن تبقى ناتشرال اوكيرنج بعض الكارسينوجينز، الماده اللي بتسبب السرطان بسميها كارسينوجين. في بعضهم بيبقى ناتشرال اوكيرنج زي الافلاتوكسين او السافرول. كان السافرول قبل كده بيستعملوها كفلافرنج ايجنت في منتجات الشرب والاكل، بس نتيجه ان هم لقوا ان لها كارسينوجينيسيس او ليفر كارسينوجينيسيس فتوقف استعمالها كاضافات للاكل او الشراب. في بعض السينثيتك كيميكالز اللي ممكن تؤدي الى ليفر كانسر زي الديالكايل نيتروزامين، التونفثايلامين، والفينايل كلورايد. الدايالكايل نيتروزامين الدن او الداي ايثايل نيتروزامين اللي كان حصل مشكله قريبه لو تفتكروا مع الرانتيدين واتسحب، لقوا ان في بعض تريسز من الداي ايثايل نيتروزامين وكانت بتؤدي الى كارسينوجينيسيس، فعشان كده تم وقف الرانتيدين او منتجاته او الحاجات دي لحد ما يشوف موضوع الشوائب اللي ظاهره منه دي. كده انا خلصت معظم الليفر انجريز اللي ممكن تقابلنا. هناخد بس اربع فور اكزامبلز على الهيباتوتوكسيكانت او الحاجات اللي ممكن تؤدي الى هيباتوتوكسيستي، حاجه زي الاسيتامينوفين، الايثانول، الكربون تتراكلورايد، والبرومو بنزين. الاسيتامينوفين او الباراسيتامول، الباراسيتامول ده كلنا بنستعمله، او البنادول ده عاملين زي البونبوني في البيت. ما فيش اي مشكله منه، يعني كنا بنقول ان اي حد تعبان من اي حاجه حتى الحامل ممكن تاخد الباراسيتامول، بس طبعا اي حاجه زياده عن حدها بتتقلب لضدها. واحنا قلنا لو تفتكروا الكلمه اللي انا كنت بقولها لكم دايما في الفارما، ان every drug is a toxin, the difference between the drug and the toxin is the dose. عشان كده طول ما انت بتاخده في therapeutic dose انت في السيف سايد، عديت therapeutic dose فانت ممكن تدخل في توكسيستي. therapeutic dose بتاعه الاسيتامينوفين عباره عن up to 4 جرام بير داي، يعني انت بتتكلم في البنادول 8 تقراص في اليوم مفيش مشكله منه. However, الاوفردوزس ممكن تؤدي الى acute hepatic necrosis and can be fatal. بالرغم من ان احنا بنقول هو سيف والاكثر امانا، لكن انت لو زودت الجرعه عن حدها ممكن تدخل في الاكيوت ليفر فيلير خلال 24 ساعه لو ما عملتش انتوكسيكيشن، او انت عملت شلت التوكسيكانت او الاوفر التوكسيك ميتابولايتس بتاعه، ممكن تدخل في acute ليفر فيلير خلال 48 ساعه لو ما اتزرعلكش كبد هتموت. ف كل حاجه بالاعتدال مفيش مشكله منها. المينيمم توكسيك دوزس من الاسيتامينوفين في السنجل انجيشن
في الأضل طب من 7.5 ل 10 جرام، يبقى انت لو وصلت ل 7.5 او 10 جرام ممكن تتوقع توكسيستي على طول. هنبدأ بالعملية ان انت تتعامل معاه كتوكسيكان وتحاول تزيله من جسمك او تدي الانتيدوت. وفي التشيلدرن لو اقل من سنة من 150 ملي جرام لكيلو جرام على حسب الوزن، او 200 ملي جرام لكيلو جرام في الهيلث تشيلدرن من سنهم من سنه لست سنين، التوكسيك دوز بتاعته من 200 ملي جرام بالكيلو جرام. الاسيتامينوفين الكبد بتاعنا بيتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه ان هو ممكن يعمل له حاجه اسمها سلفيت او جلوكرونيت كونجوجيشن، ده لو في الدوز العاديه، ويطلع في صوره سلفيت او جلوكرونيت كونجوجيشن مع البايل او البلازما والجسم بيتخلص منه. طب لو خدت اوفر دوز منه عمليه الكونجوجيشن ما بتقضيش الموضوع، فبيتم بيدخل بقى يدخل انزيم البي 450 سيتوكروم بي 450 ويحولها لنا لحاجه اسمها النابكي او ان استايل بارا امينو بنزوكينامين. وده زي ما قلنا لو خدت اوفر دوز من الاسيتامينوفين هيتكون الرياكتيف ميتابولايت. الرياكتيف ميتابولايت ده الجسم برضو بيحاول يتعامل معاه عن طريق حاجه اسمها الريديوسد جلوتاثيون، ويعمل له جلوتاثيون كونجوجيشن ويحصل له ديتوكسيفيكيشن ويخرج بره الجسم. طب لو انت خلصت الاسطور بتاع الجلوتاثيون ده هيدور على اي حاجه فيها صلف هيدريل جروب زي البروتينز ويعمل حاجه اسمها بروتين ادكت، وده في حاله دي هتظهر عمليه التوكسيستي وممكن تدخل في اكيوت ليفر فيلير. يبقى انت بالنسبه لك التوكسيك ميتابولايت بتاع الاسيتامينوفين هو الرياكتيف ميتابولايت بتاعه اللي هو النابكي. النبكي الجسم بتخلص منه طبيعيا عن طريق الجلوتاثيون. لو الجسم مع خلص الاسطور بتاعه من الجلوتاثيون هيبدا النبكي ده يتفاعل مع البروتين ويتكون بروتين ادكت. البروتين ادكت ده هو ده البروتين ده مكون في كل حته في الخليه، فيحصل انيشيشن للتوكسيستي ويبدا يحصل تدخل في الليفر فيلير. يبقى الميكانيزم في هيباتوتوكسيستي ان انت هيتكون رياكتيف ميتابولايت بسميه ان استايل بارابينزوكينونامين باي ذا اكشن اوف سيتوكروم بي 450. قلنا النبكي ده بيحصل له ان اكتيفيشن عن طريق الريديوسد جلوكتاثيون ويحصل له اكسكريشن. في حاله الاوفر دوز النبكي ويل ديبليت الهيباتيك جلوتاثيون ليفل، وبالتالي هينتج عنه كوفيلنت بايدنج مع الرياكتيف ميتابولايت مع الليفر ماكرومولكيولز زي البروتينز، وهيحصل في الاخر هيباتيك نيكروزس. هعالجه ازاي؟ ان انا الانتيدوت بتاعنا طبعا البروسس بتاعه الكلينيكال توكسيكولوجي اللي احنا قلناها ان انت تتهانس الاليمينيشن تقلل الابزوربشن وهكذا. الانتيدوت بتاعنا بس ان انا هدي الايرلي انتيك من اي حاجه فيها صلف هيدرل زي الميثايونين الان اسيتايل سيستاين، كل دول بيعمل استيميوليشن للجلوتاثيون سينثيسز او الريديوسد جلوتاثيون سينثيسز. فلما تعمل تكون الستور بتاعك تاني هيقدر يتخلص من الاوفر دوز من النبكي اللي متكون ده. كده انا خلصت معظم الليفر انجريز اللي ممكن تقابلنا. هناخد بس اربع فور اكزامبلز على الهيباتوتوكسيكانت او الحاجات اللي ممكن تؤدي الى هيباتوتوكسيستي، حاجه زي الاسيتامينوفين، الايثانول، الكربون تتراكلورايد والبرومو بنزين. الميكانيزم زي ما قلنا ان ممكن يحصل حاجه اسمها الفورميشن اوف بروتين ادكتس في الميكروتوبيولز بتاعه الليفر نتيجه لتكوين الايثانول. بيحصل له ميتابوليزم عن طريق حاجه اسمها الالكحول ديهيدروجينيز يتحول لاسيتالدهايد. الاسيتالدهايد ده بيكون بروتين ادكت، والبروتين ادكت ده زي ما قلنا ان هو بيأثر على الفانكشن بتاع الليفر وممكن يدخل لك في ليفر فيلير، او ان يحصل انترفيروز الهيباتيك ليبيد ميتابوليزم. عشان كده قلنا ان الايثانول ممكن يكون سبب في الاستياتوزس وكذلك في النيكروزس وكذلك وهكذا. الايثانول بيعمل اندكشن للليفر انفلاميشن ممكن يؤدي الى نيكروزس وممكن يؤدي الى سيروزس. الايثانول بيعمل فورميشن اوف رياكتيف اوكسجين سبيشيز مينلي السوبر اوكسايدز، وده هيؤدي الى اوكسيداتيف ستريس. ازاي تعمل تريتمنت للايثانول توكسيستي؟
معظم التريتمنت في الاكيوت اسينول توكسيستي بيكون سبورتيف. يعني ايه سبورتيف؟ يعني بتشوف المشكله فين وتحاول تحلها. اول حاجه الفيرست بريوريتي عندك ان انت تعمل اير واي بروتكشن. ليه؟ لان اللايف ثريتنينج كومبليكيشن من الالكحول انتوكسيكيشن الريسبيراتوري ديبريشن اللي هو فشل في التنفس وممكن يؤدي الى الوفاه. فاول حاجه هتعمل اير واي بروتكشن. تاني حاجه هتدي جلوكوز ادمنستريشن. ليه؟ لان الالكحول بيعمل ديبليشن للجلايكوجين ستورز اللي موجوده عندك، وبالتالي ممكن يحصل هايبوجلايسيميا، فلازم تدي جلوكوز عشان تكاونتر اكت الهايبوجلايسيميا اللي ممكن تحصل. هندي كمان الثيامين او الفيتامين بي 1 بيبقى ريكومندد في البيشنت ويز الكحول يوز ديس اوردر، وخصوصا اللي بيكون عندهم altered mental status. ليه؟ لان وجدوا ان الثيامين بيحصل ثيامين ديفيشنسي مع الايثانول توكسيستي، والديتكتنج بتاع الثيامين ديفيشنسي والكومبليكيشن اللي ممكن تحصل عنه اللي هي حاجه زي الفيرنيك انكيفالوباسي صعب ان انت تعمل لها ديتكشن. فبالتالي الكوست بينفيت اناليسز هتبقى في صالح ان انت تدي ثيامين حتى لو انت ما عملتش ما قستش كميته او اتاكدت من نقصه او لا. طب بعض البيشنت بيحصل لهم اجيتيشن او يعني بيحصل له تشنجات، فبالتالي دي ممكن ادي له سيداتيف سبستانس ممكن تحتاجها زي حاجه اسمها الدوربريدول او الهالوبريدول. بس خد بالك ان المواد دي بتتبع تبع يعني بتبقى تبع السي ان اس ديبريسنت، فممكن يحصل دراج انتر اكشن ما بين الدراج اللي انت مديها للسيداتيف ده والالكحول، فلازم تاخدها ويز كوشن. على حسب السيفيريتي اوف انتوكسيكيشن البيشنت طبعا ممكن يحتاج ان يحصل له ادميشن للهوسبيتال فور فيرذر تريتمنت. يبقى التريتمنت ببساطه هتبروتكت الاير ويز، هتدي جلوكوز وثيامين، هتدي سيداتيف سبستانس اف نيدد ويز كوشن، هتعمل هيمو دياليسيز اف نيدد عشان تزود انهانس الاكسكريشن. تالت اكزامبل هناخده من الهيباتوتوكسيكانت اللي هو الكربون تترا كلورايد. الكربون تترا كلورايد ده كيميكال اكتيفيتد باي سيتوكروم بي 450 لهايلي رياكتيف ميتابولايت هايلي رياكتيف فري راديكال. بيتحول لاول حاجه لحاجه اسمها تراي كلورو ميثايل راديكال، والتراي كلورو ميثايل راديكال ده بيتحول لتراي كلورو ميثايل بيروكسي راديكال. الميكانيزم اللي بيحصل عن طريقها الهيباتوتوكسيستي ان هو بيعمل حاجه اسمها ليبيد بيروكسيديشن، هينتج عنها رياكتيف ميتابولايت هتتحد مع الماكروموليكيولز زي البروتينز الليبيدز الدي ان ايه، هتؤدي الى لوس اوف فانكشن، بتحصل لوس اوف كالسيوم هوميوستاسيس هيؤدي الى زياده في الانتراسيلولار كالسيوم اللي بدوره هيؤدي لديسربشن في الميتوكوندريال ميتابوليزم والاي تي بي سينسز، واكتيفيت الديجريديتيف انزايم اللي هتبدا تكسر في الخليه وتدخل في ليفر فيلير. التريتمنت بتاع الكربون تترا كلورايد زي ما قلنا يا اما هتمنع حاجه تمنع السيتوكروم بي 450 او تدي انتيدوت تزود الجلوتاثيون ليفل او ريديوس الجلوتاثيون ليفل اللي هيعمل كابشر للفري راديكال اللي هتحصل دي، زي تدي الاس ادينوزايل ميثايونين او الان اسيتايل سيستاين هيؤدي الى زياده في الجلوتاثيون ليفل وبالتالي هيقلل الكربون تترا كلورايد انديوز ليفر دامج. اخر اكزامبل من الهيباتوتوكسيكانت اللي هناخده حاجه اسمها البروموبنزين. البروموبنزين ده بيستخدم في الاندستري ده توكسين بيؤدي الى هيباتيك نيكروزس عن طريق ان هو بيعمل فورميشن اوف رياكتيف ايبوكسايدز زي البي فور عن طريق ان هو يحصل له اوكسيديشن بالسيتوكروم بي 450. الميكانيزم بتاعته في الهيباتوتوكسيستي ان هو زي ما قلنا طالما رياكتيف ميتابولايت يبقى هيتحد مع السيلولار ماكروموليكيولز وخصوصا البروتين، وكذلك ممكن يتحد مع الليبيدز والدي ان ايه هيؤدي الى لوس اوف اتس فانكشن. التريتمنت لو اديت اي حاجه سيتوكروم بي 450 انهبيتور هيمنع تحويله للرياكتيف فورم. ما فيش سبيسيفيك انتي دوت، يعني ممكن السيتوكروم بي 450 حاجه زي السايميتيدين بيستعملوه عشان يمنع السيتوكروم بي 450 فبالتالي مش هيتكون الرياكتيف ميتابولايت. يبقى البري تريتمنت وذ انهبيتور هيؤدي الى انهبيتور للسيتوكروم بي 450 هيؤدي الى ديكريز للتيشو نكروزس عن طريق ان هو هيسلو داون الريت اوف فورميشن اوف رياكتيف ميتابولايت. على عكس ان انت لو عملت بري تريتمنت والسيتوكروم بي 450 انديوسر هيزيد التوكسيستي من البروموبنزين. يعني انت لو خدت فينوباربيتال مع البروموبنزين
التوكسيستي بتاعته هتزيد، لانه هو عباره عن سيتوكروم بي 450 انديوسر، فهيزود الرياكتيف ميتابولايت الناتج عن البرومو بنزين. شكرا ليكم، ونتقابل ان شاء الله المحاضره الجايه.